بدأ الطلبة المتفوقون من خريجي المرحلة الثانوية صباح اليوم بالتوافد على وزارة التربية والتعليم لتثبيت البعثات الدراسية التي خصصتها لهم الدولة واستكمال الأوراق والمستندات الخاصة بها تمهيدا لالتحاقهم بالدراسة الجامعية. وقدم الطلبة شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها للتعليم ورعايته للطلبة المتفوقين، متعهدين بمواصلة التفوق خلال الدراسة الجامعية من أجل تشريف المملكة في جميع المحافل. فتحت وزارة التربية والتعليم أبوابها لاستقبال الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية الحاصلين على معدل 90% فما فوق لاستكمال إجراءات ابتعاثهم من الدولة، حيث هيئت وزارة التربية والتعليم مركز خدمات المراجعين لإتمام هذه الإجراءات. أنا فرحان اليوم أن أنا حصلت الرغبة اللي أبيها، والطب شيء كنت أتمناه، وأظن رب العالمين حطني في المكان المناسب إن شاء الله. وأنا في البداية ما كنت مختار الطب، لكن مع المقابلة والأسئلة والناس اللي قابلتني والناس اللي سألتهم، وبالذات المقابلة أسئلتهم خلتني أعيد التفكير شوي. كانت أسئلتهم في محلها وكانوا مريحين، بعكس مقابلين في أماكن ثانية ما كانوا بنفس الأريحية يعني. وأشكر القيادة الرشيدة على هذه الرعاية والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين، وعلى تحقيق أمنيتي، يعني تحقيق أمنية باقي الطلبة. قدمت في الوزارة حق بعثة الإمارات كرغبتي الأولى اللي هي هندسة بترول، الحمد لله هاي اللي حصلته، وفعلا كان شعور لا يوصف يعني يوم حصلت، يوم قالوا لي إن حصلت البعثة ذي. وبالنسبة حق المقابلة يعني روني فعلا إن هاي التخصص اللي أنا أبي، وهي التخصص اللي اطمح له، واحب اكون هالشخص المستقبل من حيث الاسئله اللي يسالون وليش احنا راغبين في التخصص وشنو هو بالضبط التخصص. وفي النهايه احب اشكر القياده الحكيمه على هالدعم ذي، وان اتاح لنا الفرصه ان احنا نرفع راسنا ان شاء الله. حصلت بعثه طب في جامعه الخليج، هاي رغبتي الاولى. الحمد لله مستانسه وسعيده ان حصلت على هاي البعثه، ان شاء الله بتحقق لي طموحي في المستقبل اني اكون طبيبه ان شاء الله. وركزت خطة البعثات هذا العام على احتياجات الوزارة في التخصصات التي بها نقص، وذلك سعياً لبحرنة الوظائف في مدارسها، إضافة إلى التخصصات الأخرى التي تحدد في إطار الحاجة الفعلية للمؤسسات والهيئات الحكومية والمصارف والشركات الكبرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة. يعني يوم بطلت السايت شفت أني حصلت بعثة الطب، هي كانت رغبتي الأولى، وايد استانست أن هاي يعني هاي اللي أنا من زمان ابي ادرسه، وحسيت ان حصلت فرصه اني ادرس رغبتي. خطه البعثات كان فيها خيارات كثيره حق الطب، يعني في طب او صيدله او علاج طبيعي، وكل واحد يختار يعني اللي رغبته ازيد وان شاء الله يحصلها. الحمد لله في خطه البعثات كانت تحتوي على رغبتي اللي ابيها، وايضا تحتوي على المجالات الطبيه الاخرى، خصوصا المجالات الطبية المساندة كان فيها عدد كبير من البعثات. والحمد لله أنا سعيد أنها قالت أحصل أوصل لحلمي وحصل البعثة اللي توديني إلى الطريق اللي أبي أوصل إليه. أشكر القيادة الحكيمة وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرصة لي أن أدرس التخصص اللي أبي. وعبر الطلبة عن ارتياحهم من المقابلة الشخصية التي أجريت معهم قبل نشر خطة البعثات، مؤكدين أن المقابلة ساعدتهم على اختيار البعثات المناسبة لقدراتهم وميولهم. الحمد لله حصلت على البعثة الطب اللي هي في جامعة البحرين الطبية اللي بالإنجليزي RCSI، وكنت متفاجئ ومستانس أن محصل هاي البعثة. وحتى وانا قاعد اختار ان حق تسجيل البعثات كان عندي واجد مجالات في الطب، اللي هو الطب العلاج العام والبيطري والصيدلي، بس انا الرغبة الاولى حطيتها اللي هو العلاج العام، والحمد لله يعني حصلت على هاي الرغبة. كانت المقابلة زينة وساعدتني واجد ان بعد اتاكد في المجال اللي ابي ادخله اللي هو الطب. رايي ان المقابلات الوزارة كان لها اسلوب جميل، بحيث ان تحسس الطالب شنو هو ميول الحقيقي بطريقة غير مباشرة. أما أسئلة الوزارة ومقابلات تساعد الطالب أنه يوصل إلى درب هو يتميز فيه إلى أقصى حد. فرحتي لا توصف صراحة، لدرجة أني ابتسامتي ما أقدر أشيلها عن وجهي صراحة، وحتى أهلي نفس الشيء. المقابلة كانت جدا ممتازة صراحة،
لاحظت عليهم كانوا مضيافين أول شيء، وصراحة يعني أسئلتهم كانت تصب في يعني في مصلحتنا يعني، وصراحة ساعدوني يعني حسسوني أنه تخصص الطب البشري هو المناسب لي. وأكد الطلبة أن حصولهم على البعثات من الدولة يشكل لهم حافزاً كبيراً لمواصلة التفوق والتميز خلال سنوات الدراسة الجامعية وبعد الالتحاق في سوق العمل، خدمة للمملكة وحرصاً على رفع اسمها.